موضوعنا الثاني في فقرة فيس تو فيس. الصين دائما ما ترعب العالم وتخوف العالم، يا بمرض يا بفيروس يا بصاروخ يا بنووي يا بمنتجات مو زين، دائما الصين هي ترعب العالم، ترعب الدنيا كلها. أطلقوا صاروخ قبل فترة، هذا الصاروخ راد يوقع همين على مستوى المنطقة، وهذا أطلقوا غيره وراد يوقع. حسن النوب الثالث فقدوا السيطرة عليه وقالوا إنه هذا الصاروخ ممكن يوقع في أي وقت وفي أي بلد. بس الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر، علماء الفلك الدوليين اللي عندنا وعلماء الفضاء يعني اللي يحللون قالوا يا الحمد لله هذا الصاروخ حتى ده وقع ما يوصل يم العراق، اللي ان كان مرشح انه يوقع هنا يمنا بالعراق. قالوا يا بي الحمد لله والشكر هذا الصاروخ ما راح يوقع بالعراق. الناس ضاجت، ليش ما يوقع عندنا بالعراق؟ ليش يعني ليش تريد يوقع عندك بالعراق؟ ليش؟ وتشوف تعليقاتهم الساخرة ما أنزل الله فيها من سلطان، لا تريد يوقع بالعراق، ليش تريد يوقع بالعراق؟ شو مسوي لك؟ ليش؟ خطير يعني يوقع بالعراق تريده ليش؟ والله ما شو جاوبك يعني أنت. سيد راضي الغالبي يقول محرومين من كل شيء، محرومين من كل شيء حتى من الصاروخ التايه. صاروخ محروم منه ليش؟ هو صاروخ تايه اذا وقع على بلدي دمره، محروم منه ليش؟ سيد غالب، سيد راضي الغالبي. زينب تقول حرامات لو واقع وين يوقع؟ وين؟ غير واحد يفتهم وين يوقع، يعني حرامات لو واقع وين يوقع؟ والله ما اعرف هاي الكارثة اللي ما حد. محمد التميمي يقول ليش إلهي بجاء هذا الشهر ما يطيح بالمنطقة الخضراء ويخلصنا؟ يدعب شهر محرم يوقع بالمنطقة الخضراء. عمي ماكو شيء، هو صاروخ تريد يوقع يمك ليش؟ علي صقر يقول دوقع علينا حتى بهاي ما عندنا حظ. اولا حظ ضاد اخت الطاء ام الشخطه على قولتهم، ضاد اخت الطاء حظ، ها مو هاي زين. ويعني انت تريد حظك بصاروخ؟ انت تجرب حظك بصاروخ؟ شنو سالفتك؟